من غير مزايدات لا يستطيع أحد أن يزايد أو يقلد من دور العمال في جمهورية مصر العربية. هوى يصيب اسم الدولة المصرية، يبقى لازم نقف ولازم نحاسب نفسنا ولازم نحاسب على كلامنا. احنا ما عندناش حاجة نخبيها على فكرة. انا بقول النهاردة اذا ما كناش نقدر قيمة العامل المصري ده مش هينفع. النموذج الوطنية المخلصة بقيادة التنفيذية الرائعة الدكتور محمد زعفان وزير القوى العامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي محمد أشرف المرسلين. في البداية أرحب بالسادة المحترمين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنظيمية لحزب مستقبل الوطن بمحافظات الجمهورية، ثم اسمحوا لي جميعا أن أرحب باسمكم بأحد النماذج التي نعتز بها ونتشرف بها ونتشرف بوجودها اليوم بيننا، النموذج الوطني المخلص القيادة التنفيذية الرائعة الدكتور محمد زعفان وزير القوى العاملة. من غير مزايدات لا يستطيع أحد أن يزايد أو يقلل من دور العمال في جمهورية مصر العربية. هذا الدور على اختلاف العصور في جمهورية مصر العربية كانت لهم دور أساسي في صناعة نهضة هذا الوطن وبناء مصر الجديدة التي نتمناها جميعا، وهذا الدور يزيد مع الزمن ولا ينقص، وبالتالي كانت لابد أن تكون قضاياهم من أهم القضايا على مائدة الحوار والنقاش داخل حزب مستقبل الوطن. أنتم العمال في مستقبل الوطن وأخذت الرعاية الكاملة من المهندس أشرف رشاد معالي النائب الأول ومعالي الأمين، وخدت الرعاية الكاملة اللي قدرنا بيها خلال الفترة اللي فاتت ان احنا نتشرف ونكون من المؤسسات اللي شاركت في مناقشة قانون عمل في حضرة معالي الوزير محمد زعفان. ايضا وقف حزب مستقبل الوطن ليرفع من قيمة امانة العمال ويديها كافة الصلاحيات وكافة الحقوق للتواجد في كل ما يخص العمال ابتداء من اصغر الملفات الى حضرة لقاء السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. المناخ اللي موجود في مجتمع العمل اللي بيحكم طرفين وهم أصحاب الأعمال والعمال ده من أهم والأهمية الكبرى لدى الدولة، أن ينال هذا المجتمع الاستقرار الكامل، لأن هو ده الداعم الأول للاقتصاد القومي المصري. إذا استقر مجتمع العمل بيدي إضافة للناتج القومي وبيدي إضافة للاقتصاد القومي المصري، ده اللي دائما بنبقى حريصين عليه. مش معنى كده ان احنا كدولة او كحكومة بنبقى في ميول كاملة قبل العمال على حساب اصحاب الاعمال، لا، بيبقى في توازن، لازم يبقى في توازن، لان لو لم يحدث هذا التوازن هيبقى في خلل في العملية الانتاجية. الدور الرئيسي اللي احنا بنبحث عنه ان احنا دايما نخلي هذا المجتمع في نوع من انواع الاستقرار الكبير والشفافية الكاملة عشان ما يبقاش في تأثير سلبي على الدولة المصرية ولا على اسم مصر. يمكن احنا عانينا خلال الفترة البسيطة الماضية من وضع اسم مصر في القائمة لعدة أسباب، ويمكن زي ما عادل بيبي يقول وإحنا بنلقي البيان لقيت فيه برضو يعني بعض الكلمات بتلقي اللوم على الوزارة إن مصر موجودة في القائمة الخاصة بمخالفة المعايير وقائمة الملاحظات. المجلس الأعلى للحوار المجتمعي عشان يطرح كل القضايا من خلال هذا المجلس للطرفين إن هم يقدروا يناقشوا كل الأمور الخاصة بمجتمع العمال اللي تهم أصحاب الأعمال وتهم العمال. وضع مصر في عيون المنظمة الدولية وإن احنا نحاول بقدر الإمكان أن نصحح أي وضع أو ملاحظات. فأنا استلمت في 23 مارس 2016، يوم 24 مارس طلبت منهم الملاحظات اللي حطاها منظمة العمل الدولية، وابتدينا نفحص هذه الملاحظات
ونعد القانون عشان نقدر ان احنا نساهم في ان نرفع اسم مصر من هذه القائمة. بالفعل صدر المشروع من الوزارة في خلال 24 يوم كان موجود في مجلس الوزراء. ده الأهمية، يعني لما تكون انت عارف ان في امر هيبقى بيضيف للدولة المصرية بشكل كبير، انه يبقى في ايجابيات معينة وان يترك اسمها من القوائم، ده بالتأكيد يخليك دائما بتسعى الى الانتاجية في اقل وقت ممكن. بعد كده القانون خد دوراته في مجلس الدولة ثم مجلس النواب، ويمكن اختلفنا كثيرا اثناء المناقشة. لجنة القوى العاملة في البداية وافقت معانا على القانون، اضافت بعض التعديلات، وإن كان بعض التعديلات ديت في أثناء الجلسة العامة أيضا تم الحديث على بعض الإضافات الأخرى، ويمكن كان أهمها وده كان سبب من أسباب وجود مصر في القائمة مرة أخرى في سنة 2018. ده كان الحد الأدنى للجان النقابية، كان معمول في المشروع 50، تم طلب انه يتم رفعه الى 250، وابتدينا نتناقش داخل الجلسة العامة مع السادة النواب ومع مجلس النواب، ولكن في النهاية تم تعديل رقم المشروع من 50 الى 150، وكان ده السبب الرئيسي في وضع اسم مصر في القائمة في هذه السنة. لكن برضو حدث ما حدث داخل مجلس النواب، بالرغم من ان التعديل تم بالفعل تقدمت به الحكومة الى 50 عضو، ولكن حدث بعض المناوشات اثناء المناقشات، واحنا كنا موجودين في جنيف في هذه اللحظة، ويمكن تلقينا التهاني ان خلاص اسم مصر تم رفعه من القائمة القصيرة، ثم فوجئنا بتصريحات معينة صحفية. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده لأن لما يكون الأمر يتعلق بمصر لازم كل واحد فينا ياخد باله من الكلمة الخارجة منه هتروح لغاية فين. إذا كانت هتبقى عنده هو بس يقولها زي ما هو عايز، لكن إذا كانت هتبتدي تتطرق إلى صفوف ثم إلى أماكن ثم إلى دول ثم إلى منظمات لازم ياخد باله، لأن هنا التأثير مش عليه ولا على مجلس النواب ولا على وزارة ولا على حكومة، لا ده على اسم مصر. ده كان له تأثير سلبي ان مصر وضعت مرة اخرى في القائمة القصيرة، وده عشان كلمة بالرغم من التعديل تم الا ان كلمة قالت في اروقة مجلس النواب نقلت من خلال الاعلام اللي عرفها المنظمة قبل احنا ما نعرفها. فانا بقول ان احنا دايما نبقى حاسبين الكلمة الخارجة اذا كانت هتمس مصر بهوى يصيب اسم الدولة المصرية، يبقى لازم نقف ولازم نحاسب نفسنا ولازم نحاسب على كلامنا. ابتدينا نقعد مع المنظمة قعدات مطولة على كل المستويات من اول جنيف لغاية مكتب القاهرة. اي اضافة كانت بتطلب من الدولة المصرية طلبوا ان يبقى في زيارات من المنظمة، رحبنا بيها وقعدنا احنا ما عندناش حاجة نخبيها على فكرة. حتى اللي انا بقوله ده انا كنت بتكلمه مع المنظمة، لان هو ده الشيء اللي يخلي المنظمة تبقى عندها القناعة على ان الدولة المصرية جادة في اتخاذ كافة القرارات لتحسين كل الاوضاع اللي موجودة وتعديل اي شيء كان موجود بشكل خاطئ. بالتأكيد احنا لما وصلنا لده مع المنظمة وأصبح في تعاون كامل ووجود المنظمة معانا في بعض اللجان اللي بتطرق أو بتطرح فيها بعض المشكلات الخاصة بالتنظيمات الجديدة، ده إدى الفرصة إن ترجع المنظمة مرة أخرى تنظر إلى الدولة المصرية النظرة الحقيقية لها، وتم رفع اسم مصر من هذه القائمة هذا العام. ويمكن المؤتمر انتهى جلساته في المرحلة الأولى بالأمس، وبالتأكيد احنا
يعني بنقول ان احنا دائما لازم كلنا نبقى حريصين على اسم مصر في اي وضع من الاوضاع. يمكن اواجه سؤال مع الوزير. حضرتك عارف مشكله البطاله الموجوده دلوقتي واللي كل نائب فينا بيعاني في دايرته منها. يعني كل بيت دلوقتي فيه 2 و3 قاعدين في بيوت ولازم نفتح مجال عمل جديد لهؤلاء. طب العامل بتاعي محتاج ايه؟ محتاج تدريب، لان اي استثمارات هتيجي عشان ابقى جاذب للاستثمارات دي لابد يكون عندي عامل مدرب تماما. دور الوزاره انها تعمل تريننج تمت للعماله بتاعتنا، ايه رؤيتنا رؤيه الوزاره في الكلام ده عشان نقدر نجذب الاستثمارات الاجنبيه اللي جائحه كورونا بدات تؤثر فيها. جزء ازمه الدكتور هو ده احد اكبر خساره في الاقتصاد المصري، هو ده اللي بيبوظ عصب الاقتصاد المصري وهو الدكتور. خلى النهارده عندنا عماله كتير جدا، بقى عندنا في حرف مش هتبقى موجوده لو استمرنا بهذا الشكل. موضوع البطاله، رقم البطاله في مصر كان في 2013 13.7%، اي ما يقارب 14%. استراتيجيه التنميه المستدامه 2030 حطت هدف رئيسي ليها هو خفض معدل البطاله في مصر، وافترضت انه يبقى من 1 لـ1.5 سنويا تخفيض يتم في هذا المعدل. بالفعل ده يعني ادى الى نجاح، يمكن مع 2019 وصلت النسبة الى 7.4%. ثم لما جت 2020 وبدأت الجائحة، يمكن الربع الاول منها ما كانش فيه تأثير، لكن في الربع الثاني اظهر التأثير بارتفاع معدل البطالة الى 9.3%. مع الربع الاخير من 2020 رجع تاني المعدل الى ما يقارب 7.3%. اذا معدلات البطالة في مصر معدلات طيبة. مسألة احنا النهاردة كدولة احنا استوعبنا اعداد كبيرة جدا. ما بعد 2011 كان هناك عودة للعمالة الموجودة في ليبيا، ودي كانت تقدر بعدة ملايين. عودة للعمالة اللي كانت موجودة في العراق قبلها، ودي برضو كانت تقدر بالملايين. مسألة النهاردة المشروعات القومية اللي على المسطح الكبير على مستوى الجمهورية من اسكندرية وحتى أسوان كانت العامل الرئيسي في استيعاب هذه الأرقام الكبيرة. نحاول بقدر الإمكان ان احنا نشوف المعادلة الصعبة اللي بنقول احنا عايزين نشغل الشباب، وفي نفس الوقت المصانع بتقول ده احنا مش لاقيين عمالة. طب ما احنا نفكر تفكير يعني بسيط. يمكن انا قعدت مع اصحاب الاعمال قبل كده واخترقت المشكلة دي بسؤال واحد. يعني في صاحب عمل مرة بيقول انا طلبت عمال عندي تمام ومحتاج العمال ومش لاقي العمال. فسألته قلت له حضرتك مصنعك فين؟ قال لي في 6 اكتوبر. قلت له طب كويس، المرتب بقى اللي هتديه للعامل انا عارف ان انت هتجيب اتوبيس ياخده الصبح الساعة 5:30 يوديه 6 اكتوبر، وبعد كده اخر النهار يوصله الساعة 7 بالليل من 6 اكتوبر لشرق مصر، شرق القاهرة، مدينة نصر او مصر الجديدة او اي منطقة من المناطق دي، هتديله كام؟ فرد علي قال 2000 جنيه. قلت له اولا العامل اللي حضرتك هتديله 2000 جنيه هيقضي تقريبا اليوم كله عندك من 5 صباحا لـ7 مساء، يعني يدوب لما يرجع ينام عشان يقدر يصحى الصبح تاني يرجع لك تاني. طيب ما فكرتش ان هو النهاردة لو لقى شغلانة، انا اسف في اللفظ، تافهة هتديله في اليوم، مش في اليوم، في 4 أو 3 ساعات 100 جنيه، يعني هتديله 3000 جنيه في الشهر، وكلنا بنعلق على التوك توك. هو ده اللي عمل التوك توك، مش مسألة ان التوك توك جه الاول. احنا بقالنا 2 أو 3 بنتكلم في الحد الادنى للاجور مع القطاع الخاص.
ما هو انا النهاردة ابتدينا كلامنا دعما، كلنا بندعم العمال. احنا النهاردة في قضية كبيرة في القطاع الخاص، احنا محتاجين ان احنا يبقى في توازن. انا بقول النهاردة اذا ما كناش نقدر قيمة العامل المصري ده مش هينفع. احنا عملنا ايه بقى في العامل المصري؟ احنا اسأنا لسعر وتقييم العامل المصري على مستوى الدول. النهاردة السعودية بتدي للعامل المصري 1500 ريال. 1500 ريال دي كانت اجر سنة 86، النهاردة في 21 بتدي 1500 ريال. ليه؟ لان احنا اللي اسأنا، اسأنا تقدير العامل بتاعنا وبقينا بنديله 2000 جنيه. فهناك بيقول له اصل ال 1500 ريال دول يوصلوك الى 5000 جنيه، انت ما بتاخدهمش عندك في بلدك، انت لو حصلت في بلدك ال 2000 جنيه ده يبقى امر طيب. اذا المشكله لدى اصحاب الاعمال، واحنا ناقشنا ده في المجلس القومي للاجور وطلبنا ان يكون في حد ادنى للاجور. يعني ايه حد ادنى للاجور؟ يعني اقل اجر يعطى في اي مكان يبقى مبلغ معين. والحمد لله اللجنه قدرت تتوافق على حد معين، وهيناقش كان المفروض الاسبوع ده يناقش، لكن اجلناه للاسبوع اللي جاي في المجلس القومي عشان يبقى ده الهدف الرئيسي منه، هو الحفاظ على مرتب العامل المصري او الموظف المصري في الداخل وفي الخارج. وظائف المستقبل دي على فكره قضيه شغلتني من اول يوم اشتغلت فيه في الوزاره من 2016، ويمكن كنت في نقابة المهندسين وسألت السيد نقيب المهندسين والحاضرين من أعضاء مجلس النقابة، إحنا عايزين نفكر إن في وظائف النهاردة، مصنع سيارات كان فيه 2000 عامل، بعد التحول التكنولوجي داخل المصنع الألفين عامل روحوا وبقى عنده من 5 لـ10 عمال بيديروا الكنترول روم اللي بيسيطر على المصنع كله. ده معناه ايه؟ معناه ان في تخلص من العماله تلقائي خلال السنوات، وان وظائف الطبيعيه والعاديه دي هتندثر. طيب احنا بقى نقف ساكتين ولا نبتدي اولا ننظر لاولادنا في تدريبهم على وظائف المستقبل؟ النهارده مركز المعلومات في وزارة القوى العاملة بقيادة المستشار حسين صبري قدر مع الاتصالات انه يعمل لنا اكتر من 4 أو 5 اتفاقيات لتدريب ولادنا على وظائف المستقبل الخاصة بالاتصالات والخاصة بتكنولوجيا المعلومات، عشان نؤهل الشباب انه يبقى ليه فرصة عمل موجودة بكرة. دي واحد. وانا بفكر مع زمايلي قلت لهم احنا في شكوى قالت هنا هنقول عليها الحل دلوقتي. لما نصل الى ان وظائف المستقبل تبتدي تسيطر التكنولوجيا الكاملة على الوظائف، ويبقى العمالة دي كلها اللي هم الالفين عامل اللي في المصنع بتاع السيارات وخرجوا، هنعمل فيهم ايه؟ في شق منهم مشروعات صغيرة نقدر تبقى مشروعات مغذية للصناعة، ده برضو في المستقبل، ونقدر ان احنا من خلال الصناعات المغذية تبقى في تشغيل وانها تغذي الصناعة. لكن الصناعة بقى الحرفية اللي بتعتمد على العامل اليدوية اللي احنا بنتكلم عليها، ده جاي لها دور. الفرصة التحول الى وظائف المستقبل هتدينا النهاردة عدد من العمالة اللي بيدور على انه يعمل مشروع او يشتغل شغلانة. في هذه الحالة لازم احنا نبدأ من دلوقتي ان احنا نهتم بالحرف اليدوية كلها، ونبتدي نعظم التدريب. الشغل عمره ما كان عيب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان راعي غنم. الشغل عمره ما يعيب صاحبه ابدا. اللي يعاب على الفرد انه يبقى يعني بدون عمل او عواطل تمام ومش قادر، وتلاقي ابوه ولا حد بيصرف عليه، ده العيب. لكن انه يطلع يشتغل شغلانه
يقدر بيها انه يصرف على نفسه وانه هو يعين نفسه. ومال ليه بقى؟ انا شفته وقفت مع العمال في المشروعات دي. العمال دي بتاخد يوميه، اليوميه دي لا تقل عن 250 جنيه في اليوم، وبتصل الى 500-600 جنيه في اليوم، بس محدش شايف. يعني النهارده انا رأيي نشف من ساعة ما رحت بنبان في اسوان ولقيت العمالة بتقول لي ان احنا عندنا استعداد ندفع فلوس التأمينات كل شهر، وكلمت مع التضامن عشان يطلعوا مكاتب المديريات التضامن في المحافظات عشان يشوفوا الناس ديت ويعملوا لهم الاوراق اللازمة. كأنك بتكلم في الهواء. فكملنا احنا ورحنا حصرنا في العالمين الجديدة. العالمين الجديدة فيها اكتر من 60,000 عامل، حصرنا منهم 30,000. النهاردة احنا شغالين في العاصمة الادارية اللي فيها اكتر من 500,000 عامل، ويمكن الرقم وصل ل 100,000 لغاية دلوقتي حصر. حصر مع تعديل الرقم القومي بتاعه. 5%. 5% دي قضية كبيرة جدا. قضيتها ان انا لما جيت لقيت ان الناس بتسعى انه بس يبقى مش تحت طائلة القانون. يعني ايه؟ يعني هو عايز يستكمل نسبته، مطلوب انه يبقى عنده 10 عمال من ذوي الهمم، يروح بقى جايب، وطبعا بيساعد في كده القوى العاملة 10 ملفات، تمام، ويقول له اتفضل دولهم، يوم يعمل عقود ليهم يبقى استوفى النسبة، ومفيش ولا واحد فيهم عنده قدرة على العمل، ومفيش واحد فيهم عنده بيروح العمل. وبعد كده 3 شهور او 6 شهور لما يبقى بتاع المديرية يعني عارف ان هو خلاص استقرت الدنيا ممكن يمشيه، تمام. فانا جبت توجيه في الجزء ده بالذات. نمرة 1، اللي نعمل له عقد يبقى عنده القدرة على انه يشتغل ويبقى موجود في مكان العمل، لان اللي ما عندوش قدرة على ان هم يقوم بعمل ده مش تخصصي انا، ده تخصص التضامن الاجتماعي، هو اللي كفيل به ان هو يطلع له تكافل او كرامة بحيث ان هو يضمن له كل سبل العيش، لانه هو غير قادر على العمل. والاسس الرئيسية في تكافل وكرامة هي عدم القدرة على العمل، تمام.